مرحبا، أنا اسمي مجدي وائل. اليوم رح يكون عندنا نشاط XO الجماعي. هذا النشاط رح يعزز عندنا مهارة حل المشكلات والقدرة على التفكير الإبداعي. في هذا النشاط رح نحتاج لشريط لاصق، 2 رح نحتاج إلى 3 أشكال متشابهة لكل فرد. بالبداية رح نستخدم الشريط اللاصق لرسم مربع على الأرض وتقسيمه إلى 9 مربعات. رح نوقف كل فريق على شكل طابور، ورح يطلع من كل فريق شخص بنفس الوقت يحط الشكل اللي معاه على المربع اللي بده إياه ويرد يرجع مكانه، بعدين يطلع الشخص اللي بعده لحد ما الفريق يعمل شكل أفقي أو عمودي أو قطري، والفريق اللي بيعمل هذا الشكل أول هو الفريق اللي بيكون فائز. إذا ما توفرت الأدوات اللي إحنا بنحكيها، ممكن نستخدم أي أدوات موجودة عندنا في البيت. منحب نذكركم أنكم تطبقوا هاي الأنشطة في البيت ومع عائلتكم، وتتبعوا إجراءات الصحة والسلامة، ونبعد عن أماكن التجمعات. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا اليوم وكثير متحمسين شو كيف طبقتوا هاي الأنشطة. عشان هيك منحب نذكركم أنكم تشاركونا تطبيقكم للأنشطة، وإن شاء الله تكونوا دائما بصحة وسلامة.